ولحتى نبدا صباحنا بكل رواق وناخذ طاقه من التفاؤل، رح ترافقنا ضمن مساحتنا الصباحيه لليوم شخصيه تناغمت خيوطها بين الغناء والتلحين وكتابه الشعر، فقدرت تكون شخصيه فنيه خاصه ما بتشبه حدا ابدا. حمل الماضي بصوته فشغفه بالتراث الشعبي الغنائي خاصه بسوريا كان واضح خلال مشواره الموسيقي والفني. الموسيقي والفنان إياد حنا، شو من حكى بيبقى قليل على شغفك الواضح والصريح بالموسيقى وبالعزف. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. نورة بوجودكم، بتشكركم على المقدمة الجميلة اللطيفة، شكرا. يسعد صباحك إياد، وأهلا وسهلا فيك ضمن برنامجنا الصباحي بحلتها الجديدة. كيف لقيتها؟ جميل، يعني مريح، حلو الحدا يفيق الصبح الواحد يشوف هيك ألوان وهيك برامج لطيفة. يعني إياد، نحن رح نرجع بالزمن لورا لعمر 15 سنة ولقائك بالراحل الكبير وديع الصافي. هل كانت هي بداية لشرارة يمكن وفكرة وأيضا انطلاق نحو الحياة الموسيقية؟ هلأ هي كانت محطة أنا بعتبرها نقلتني، غيرت تفكيري، غيرت نظرتي للفن، لأنه النصيحة اللي عطاني إياها وديع الصافي الله يرحمه خلتني انتقل من مكان لمكان. مثلاً أنا بسببه تعلمت على العود وأتقنت العود بعد جملته الشهيرة تماماً اللي قال لي إياها، أنه المغني لازم يعزف مثل ما بيغني ويغني مثل ما بيعزف، لازم أنت تعزف عود. لكن الشغف هو موجود قبل ما التقي بالراحل وديع الصافي. إياد، قديش مسؤولية كتير كبيرة إنك تقعد مع قامة كبيرة فنية بعمر صغير يمكن أنت كنت وقتها وتستمد منه النصيحة وتكون أدى لتوصل يلي بدك إياه؟ درست أكاديمياً، درست الفن أكاديمياً، نعم. ولكن الموهبة موجودة، هل برأيك الدراسة مهمة بالإضافة للموهبة؟ 100% مهمة الدراسة، لأن مثل ما أنا بعطي هذا المثال دائماً، في فرق بين الطبيب وبين الحلاق كمهنة طبية. ما بيقولوا روح لعند الحلاق يعالجك سابقا. بالتالي الغناء الفطري أو الموسيقى بشكل فطري لا شك هي جميلة ومفيدة، ولكن عندما بنسقلها بالدراسة الأكاديمية يعني بشكل احترافي، هذا الشيء رح ينقل الموهبة من حالة عشوائية لحالة احترافية. وأنا على طول بعطي مثال في ليمون وهبة، هالألحان البسيطة العفوية، خليني نسميها الشعبية، قدروا عاصي الرحباني ومنصور الرحباني يقولبوها بشكل موسيقي احترافي، ولكن هي اجتمعت الفطرة مع الاحتراف الموسيقي. لكن إياد، شو اللي أضاف لك أنت بالذات يعني شخصية عندها شغف بالموسيقى، شو اللي أضاف لك يا المعهد العالي للموسيقى؟ هلأ أنا لولا المعهد العالي كنت فقط مغني وملحن فطريا، لكن المعهد العالي للموسيقى أو أي كونسيرفاتوار بالعالم بيقدم للمغني أو لعازف البيانو أو لعازف تشيلو أو لدارس النظريات موسيقية بيقدم له الاحتراف بمجال إتقان النوتة الموسيقية، إتقان جميع المفاتيح الموسيقية لكل الآلات، التعرف على جميع الآلات والرجسترات تبعها. يعني شو يعني رجسترات؟ إنه مثلا آلة الفلوت من وين لوين الطبقات تبعها، أو آلة الكلارينيت. بالإضافة لأنك أنت بتتعرف على أنواع موسيقية مختلفة، بتتعرف على تاريخ موسيقى عالمية وشرقية، بيزد لك كموسيقي وكمغني. بالتالي الدراسة الأكاديمية والمعهد العالي أنا نقلني من إياد المغني إلى إياد الموسيقي والمحترف. بتقدر توزع، بتقدر تقود أوركسترا. إحنا عنا بالمعهد العالي مادة اسمها قيادة جوقات وقيادة أوركسترا، وأنا بدراسة هذا الشيء أبدعت فيه كمان، رح نحكي عنه. دراسة الماجستير كمان عملنا دراسة أوركسترا. بوجه تحية لأستاذي فيها، أستاذ ميساك بكبودريان، نوجه له تحية صباحية. علمنا بصدق وبمحبة، وبالتالي المعهد أكيد بينقلك من حالة العشوائية خلينا نسميها إلى حالة الاحتراف. نعم، يعني متابعين ومكفيين حديثنا معك، بس بدنا نسمع شيء. ايه طبعا، انا وجاي لعندكم سمعت غنية لصباح الشحرورة، حسيت انه هيك حلو غنية عندكم.
بيتي يا بويتات يا مستر لعويبات فيك خلق فيك ربيت فيك بقضي حياتي يا بيتي يا بويتات يا بويتات يا بيتي يا بويتات يا مستر لعويبات فيك خلق فيك ربيت فيك بقضي حياتي يا بيتي يا بويتات يا بويتات جدي عبي الكوار بالغلي البدوارة جدي عبي الكوار بالغلي البدوارة يا عيني هاي الغلي وحكاية ان بشارة ست البيت الختيارة قداش كانت تقلي يا بيتي يا بويتاتي يا بيتي يا بويتاتي يا مستر لعويباتي فيك خلق فيك ربيت فيك بقضي حياتي فيك خلقت وفيك ربيت فيك بقضي حياتي. اسلم هالصوت الجميل وهالعزف الرائع اياد. مو شيء جديد عليك ابدا هالروعه بالابداع اياد. اليوم كان لك تجربه بتاسيس مواهب موسيقيه. نعم. للاطفال خبرنا عنها. هلا انا من زمان كان كمان عندي ميول باتجاه قيادة الكورال وقيادة الفرق، ومثل ما حكيت كان بشكل غير مدروس، ولكن تجربتي الأخيرة كانت هي تطبيق للشيء اللي أنا تعلمته، هي قيادة الأوركسترا والكورال بشكل احترافي. كانت تجربتي مع كورال أطفال 300 طفل بمدرسة القرية الصغيرة، اللي بوجه تحية لإدارتها اللي بيحبوا الفن وبيدعموا الثقافة كتير بسوريا، وكانت تجربة أنا بعتبرها فريدة مميزة أدت لنجاح كتير كبير. نحن قدرنا نوصل لنجاح كتير كبير حسب رأي الناس، وبتمنى هالتجربة تتعمم إنه الأطفال يغنوا ويعزفوا. نعم، يعني إياد أكيد الشغل مع الأطفال وأنه تعطي الطفل من روحك الفنية ما هو أمر سهل، وخاصة إذا كانت مجموعة من الأطفال. يمكن قدمتوا عرض بدار الأوبرا بلغات بعدة. نعم. لغات كانت بمشاركة فايا. ايه يونان، كانت الفنانة فايا يونان. كيف قدرتوا أنه تحققوا يعني هالمعادلة؟ يمكن كانت 300 طفل. ايه صحيح. ايه تمام، خلينا نحكي عنها شوي. أنا بدأت التدريب معهم من أكثر من 8 شهور، كان تدريبات بشكل أسبوعي بشكل دوري لمدة 3 ساعات. قدرت غير أنه نقدم حفلة حلوة أنا أدخل لثقافة الطفل، مين هو تشايكوفسكي أو مين هو موتسارت أو شو يعني الليدر الألماني، يعني شو هو الشعر الغنائي الألماني. يعني غير موضوع أنت عم بتقدم حفلة جميلة ينبسطوا فيها الناس والأطفال، قدمنا ثقافة وتربية موسيقية. أما كيف قدرنا، هي تضافر جهود كتير كبيرة منا الأطفال وأهلهم وإداريين معي كانوا. يعني عدد ما قليل أبداً يعني. طبعاً. يعني إذا أنسب مدرسة بالصف يكون في عدد معين. صح. من الأطفال بتحاول قد ما تقدر تضبطهم. صحيح. لكن 300 طفل عدد المحبة. كبير. أنسي أريج. بس الطفل يحس أنك أنت بتحبه. والحرية، بس تعطيه حريته للطفل ضمن نطاق الأدب. الحرية المقيدة بالأدب، بالتالي هذا الشيء بيؤدي لنجاح العمل. المحبة. أما إذا وجد الغيرة أو خلينا نسميها الضبط العنيف للطفل، هذا الشيء بيؤدي لفشل العمل. ولكن بس تنوجد المحبة مع الحرية المؤدبة خليني نسميها، بينجح العمل. وكمان الرغبة كتير أمر مهم كان بالنسبة للأطفال، يعني صحيح. ما حدا كان يمكن مجبور أنه ينضم لهالمجموعة. كانوا 700 الكورال. هو 700 طفل أو 500 للدقة، لكن بيخضعوا لاختبارات أنه ناخد الملتزم أكثر. تماما. شو بدك تسمعنا إياد كمان؟ اخترت لنا اليوم أغنية لإلي بحبها كتير. مازال القلب
مازال القلب عم يخفق مساكن يا بيتي بعهدك غيرك مساكين الدنيا وكل شي فيها مساكين ما بتسوي من سوريا حفنة طراي ما بطلع من سوريا طلعوا من راسي هاي أرضي وأهلي فيها ورفقاتي وناسي لو فيها وحدي رح ضل ما بتركها ولا رح فل لو فيها وحدي رح ضل ما بتركها ولا رح فل هاي سوريا أم الكل روحي بعطيها روحي بعطيها زرت بلاد شرق وغرب قالوا لي عندك في حرب خليك بأحلى البلدان تريح بالك والقلب استقبلني فلان وعلتان قال لي مبين وضعك صعب عنا بتعيش بأمان بتاخد جنسية يا شب قلت له أم سوري مان أنا جنسيتي سورية قلت له أم سوري مان أنا جنسيتي سورية ما بطلع من سورية طلعوا من راسي يعني هي عن تجربة شخصية هي إيه بالفعل هذا الموضوع يعني أنت سافرت كتير بلدان وشاركت كتير بمهرجانات وحفلات لكن رجعت لبلدك سوريا صحيح وحاولت تقدم فنك فيها أكيد أنا بقول إنه إحنا مو ضد إنك تطلع تشتغل أو تسافر أو تعمل أو تدرس أو تروح سياحة شو ما بدك ولكن فيك تستقر برا إذا بدك بس موضوع الجنسية إنه يجي حدا يقول لك انت بتاخد جنسيه اخي انا سوري طيب من 6-7000 سنه موجود بهالارض يعني انا بستحي اقول له للفرنسي هلا او الايطالي او الالماني تعال تاخد جنسيه كنديه بيزعل رح نربط حديثك بسوريا وببقائك بسوريا وبقاء كثير من الشباب يلي شفنا ابداع رغم ظروف الحرب طلع عنا ابداع يمكن بيعز الازمه والحرب حفلات دار الاوبرا ما وقفت صحيح. تدريبات ما وقفت الكورال ما وقف قديش يعني قديش اشتغلتوا بظروف جباره او قديش نحن متمسكين ومتجذرين بارضنا وطلع من عنا ابداع أكيد هلأ هذا الشيء ما بيمنع إطلاقاً إنه الموسيقيين اللي سافروا لأوروبا وأمريكا وغيرهم ما عم بيمثلوا سوريا خير تمثيل يعني صحيح. عم ينقلوا الفن سفراء بوجه لهم تحية وأساتذتي منهم أسيل حمدان بأوروبا عميد المعهد العالي السابق عم بيمثلوا سوريا خير تمثيل بفنهم وثقافتهم لكن نحن أنا بدي أقول لك شغلة منطق هي صارت حقيقة الأزمة خدمتنا كموسيقيين وفنانين صار في دعم كتير كبير انت ملاحظة هلأ كل اسبوع في مهرجان بسوريا هلأ بعدلك 30-40 مهرجان صار بخلال الازمة في تحدي في تماما صار في توجه لدعم الموسيقي والفنان وبالتالي ظروفنا خلال الازمة هي افضل برأيي كثقافة وفن افضل من ما قبل الازمة اياد مثل هالأغنية يلي غنيتها يمكن تحمل شوي طابع طربي هذا يلي انت الستايل والنمط يلي بترتاح له اكثر يمكن كيف عم توظف هيك نمط ضمن اغاني اذا فينا نقول شوي مودرن وكلمات بتعبر عن واقعنا يمكن شوي صعب انه نحن نقدر نوظف الشيء انا بسميه بتعرفي اريج مو طربي بسميه صح لانه في مغنيين جداد في مغنيين عم بيقدموا كلمة جديدة ولحن جديد ولكن بشكل معاصر بس هو صح يعتبر بقى أنا مو مع أنه قديم وجديد أنا مع أنه صح وخطأ صح مو شرط يعجبني ممكن يكون صح بس ما بيعجبني بس هو يكون حلو لناس يعني هي شغلة أذواق وأنا بشوف أنه الحياة متطورة إحنا لازم نوظف موسيقانا الأصيلة بشكل معاصر أنا مع الحداثة مع التطوير بكلمة تلامسنا وتلامس يمكن طبعاً مثل الأغنية اللي غنيتها يمكن تلامس لعديد من الشباب صحيح سمعنا شيء أوكي Mm-hmm.
لا انت راضي ولا انا راضي. ايام عم تركض على الفاضي وبيجمدوا الكلمات عشفافي. لم من اعبالي بيخطر الماضي الماضي. كنا عتم الورد صوت الورد صرت لما بيلتفت فيه زمت من البرد وراس قنديل المحب بينا والدهر قاسي جار فينا اتنينا. صار الحسود يسود والراح ما بيعود. صار الحسود يسود والراح ما بيعود. خليك عهد الجفا ماضي ماضي. لا انت راضي ولا انا راضي. ايام عم تركض على الفاضي وبيجمدوا الكلمات عشفافي. لم من عبالي بيخطر الماضي. شكراً إياد، يسلم هالصوت. عفواً. شكراً إياد. يعني حكينا عن أنه حضرتك بتدرس بالمعهد، بالإضافة لتدريسك بالمعهد في مشاريع يمكن أنت ببالك حاططها، يعني مثلاً تعمل شيء هيك خاص فيك لإلك، أكاديمية صغيرة خلينا نقول ممكن تعملها ولا؟ أنا عامل خاصة بإياد. إيه طبعاً. خاصة بإياد. أنا ماني مدرس بالمعهد العالي، دعيت للتدريس من سنتين ولكن ما صار مجال. أنا ماني مدرس معهد العالي، لكن عندي مشروعي الخاص، في عندي أطفال وعندي كبار نعمل موسيقى وكل الآلات. مشروعك الخاص اللي حكينا عنه قديش بتوظف في النمط اللي أنت ماشي فيه أيضا؟ يعني عن طريق بوصفه كله. يعني كل هذا الخط مثل ما قلت لك، أنا لما غنينا ب 18 لغة قدمنا كل الفنون العالمية، كل الألوان، كل القوالب، من باب ثقافي للطفل ومن باب أنه أنا بحب هذا الشيء. تمام. يعني الأطفال يمكن أنت قلت كلمة المحبة، الطفل بيحس يمكن إذا الشخص اللي مقابله إذا عم يدرسه بطريقة شوي قاسية يمكن ينفر احيانا. صحيح. قديش بيكون عندك هيدا الروح، يعني خلينا نقول قديش عبالك طويل لا تقدر مثلا توصل للطفل فكره ويمكن انت افكارك بدك تنقل لهم اياها كامله لا يطلع الطفل من عندك خلص اخذ المعلومات اللي انت بدك اياها؟ صحيح. بتعاني شوي؟ لا، هي اختصاصات. هو ضمن مجال اختصاصي، انا دارس تربيه، ماجستير في التربية الموسيقية. تمام. بعتبره هو من ضمن مجال اختصاصي وفي شيء له علاقة بشخصيتي. يعني أنا قريب من الأطفال أكثر من الكبار. وهني قريبين مني كمان أكثر من الكبار. إياد عم تحضر لعمل مسرحي غنائي. نعم. خبرنا شوي عنه ووين رح ينعرض؟ مسرحية بعنوان، أو خليني سميها مسرحية غنائية، أرادوس اسمها. نص الأستاذ شادي كيوان وأخراج الأستاذ علي حمدان، وأنا المؤلف الموسيقي فيها والموزع. حنقدمها بأرواد، جزيرة أرواد، ضمن افتتاح مهرجان أرواد. فيها رقص وفيها غناء وفيها مسرح. يعني شيء جميل أنه يتم افتتاح مهرجان أرواد عن طريق هيك عمل مسرحي. صحيح. غنائي. صحيح. اكيد طبعا. يعني يا اياد ما عم نشبع من عزفك ولا عم نشبع من الغناء، كمان شيء نسمعه. شو بتحبوا على ذوقي ولا على ذوقكم؟ هلا هيك اغنيه صباحيه. Thank you.
سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا تسبقنا السنين. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا تسبقنا السنين. إذا كنا عطول تقينا عطول، ليش من التلفات خايفين؟ أنا كل ما بشوفك كأنه بشوفك لأول مرة حبيبي. أنا كل ما تودعنا كأن تودعنا لآخر مرة حبيبي. اللي احكي لي نحن مين وليش نتلفى خايفين؟ من مين خايفين؟ من مين؟ سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا تسبقنا السنين. إذا كنا عطول تقينا طول، ليش من تلفت خايفين؟ شكرا اياد، ونرجع نقول لك دائما الله يسلم لك هالصوت. عم تحضر لألبوم جديد رح يتم اطلاقه بال 2019. تمام، خبرنا شو هو. شوي بعيد عن السرب، عن الأغنية الضاربة مثل ما بيسموها، أو الهابطة مثل ما أنا بسميها. كلام سعيد عقل، فيه موسيقى، يعني فيه أوركسترا، فيه بيانو، فيه هيك الآلات اللي ما عادت موجودة ببعض الأغاني الضاربة. هو كله من كلمات سعيد عقل، الكلمات فيها فلسفة، فيها حكمة، في شيء غزل وفي شيء وطني. صرت مأنجز ثلاثة، وإن شاء الله بأول السنة رح أطلقه على السوشيال ميديا، لأن صعب شركات إنتاج تتبنى عمل راقي برأيي. نعم، يعني إياد استمتعنا بعزفك وبصوتك. وأنا أكثر. نورت صباحنا، بدنا نشكر وجودك معنا لليوم يلي كان هيك لطيف ورايق. شكرا لكم ولمحبتكم. شكرا لك إياد حنا، ونورت صباحنا. شكرا أريج. هلأ صار